السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على مائدة القرآن الكريم. تبارك الله حضوركم جميعا، فأسأل الله أن ينفعنا بهذه الدقائق وأن يجعلها في موازين حسناتنا. بارك الله فيكم جميعا. نستكمل دروس التجويد ونبشركم أننا في نهاية أو شكنا على نهاية أبواب التجويد ولله الحمد. والنهاية دايما بيبقى فيها زي عنق الزجاجة، بتبقى فيها صعوبة وشقة شوية، ولذلك احنا بنطلب من الحضور يعني يتحملوا معانا موضوع اللي بنتكلم فيه. ما بعده هيكون سهل، ما ترتب عليه في بعده باب، بعد الباب اللي احنا بنتكلم فيه باب مترتب عليه وهو سهل، لكن الباب اللي بنتكلم فيه هو من الأبواب الدقيقة والأساسية في علم التجويد، وهو باب المخارج والصفات، مخارج الحروف وصفاتها. الموضوع فيه ملل شوية، عشان كده احنا بنطولش في الدرس. المرة اللي فاتت أخذنا رأي الحضور وقالوا ماشي ننهيها عند المخارج، وما كنا بدأنا في الصفات، تكلمنا عن كلام عام على الصفات، لكن اليوم لازم برضو نراجع المخارج تاني قبل ما نتكلم على الصفات. يعني أنا عاوز الزملاء والحضور يهضموا موضوع المخارج، هو موضوع تطبيقي أكثر منه نظري. تطبيقي يعني نعرف المخارج وهنطبقها، نطبق مخارج الحروف صح، بحيث نعرف كل حرف من حروف العربية بيخرج من أي مكان في جهاز النطق عند الإنسان. أنا هشغل الشير دلوقتي، والزملاء اللي حاضرين معنا يعني يركزوا، مش هنطول كتير، يمكن بالكتير خالص يعني نص ساعة إلى ساعة إلا ربع بنتكلم في المخارج، وبرضه نراجع اللي فات تاني ونعرج على الصفات. لكن من كتاب شيق للدكتور أيمن سويد، وبرضه ممكن الدعم الفني ياخد الموقع بتاع الكتاب دوت ويبعته لكم، لأنه كتاب شيق ومصور في موضوع المخارج والصفات. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الشير واضح كده؟ أنا عايز أعرف بس. واضح، طيب ماشي. إذا ده الجهاز النطقي عند الإنسان، إلا منطقة النطق بتتكون من الحلق والإيه؟ والمنطقة الإيه؟ الفم، بما يحتويه من اللسان والأسنان واللثة ومنطقة الحلق ومنطقة الجوف. ده الجهاز النطق عند الإنسان، كله بيصب في الايه؟ الفم ويخرج من الفم. أنا لو حد بيكتب حاجة أنا مش شايفها، فمعلش خلينا نركز مع بعض في الموضوع دوت. أنا فاتح الشاشة مكبرها، مش شايف أي مشاركات، عشان كده يا ريت نركز مع بعض عشان نخلص الباب ده بإذن الله. بيقول الحروف العربية اللي احنا نعرف انها 28 حرف، لكن زادوا منها لام ألف، كنا نسمع عنه زمان انه لا حرف، كأنه حرف جديد في اللغة العربية،
اللي هو مشكل من اللام ومن الالف الايه، الالف الماديه، واو لام الف يعني. لكن حروف الاساسيه هي 28 حرف كما نعلم. طيب المخارج الاساسيه قلنا كم مخرج؟ اربع مخارج، الجوف، مخرج الجوف، ومخرج الحلق، والفم بيضم الايه المجموعه دي. فكل المجموعه دي كلها تشترك في حروف او تعتبر هي مخارج لحروف. يعني الفم يضم المجموعه دي، الحنك، واحنا نعرف يعني ايه الحنك، الحنك دي اللي هو كلمه عربيه فصيحه هنعرفه في الرسم الشكل اللي جاي، واللسان والاسنان والشفتان والخيشوم. الجوف احنا عرفنا الجوف اللي هو بيخرج منه حروف الايه، حروف المد، الالف والواو والياء، الف مفتوح ما قبلها قال، وواو مضموم ما قبلها يقول، وايه وياء مكسور ما قبلها قيل. فتبص لما تيجي الحروف دي وهي حروف مد تخرج من الجوف وتنتهي الى الهواء، مخرجها الجوف وتنتهي الى الهواء. بس عشان تبقى حروف جوف او حروف تخرج من الجوف يبقى هذه الحروف تبقى مادية، بمعنى الواو مضموم ما قبلها والياء مكسور ما قبلها والألف مفتوح ما قبلها. ماشي. طيب وبعدين الحلق والفم، الحنك واللسان والأسنان والشفتان والخيشوم. الخيشوم آخر واحد ده بيخرج منه الغنة، لما تقول إن من نعمره أما الذين، إيه اللي بيحصل في الغنة دي أو الصوت الأغن دوت اللي فيه الغنة بيخرج من الخيشوم. فأصبح الجوف والخيشوم عرفناهم. الحلق له 6 أحرف اللي هو الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء. ماشي، 6 أحرف تخرج من الحلق. الفم اللي هو فيه 4 مخارج يخرج منه بقية الايه الحروف، ادي 6 هنا وهنا 3 يبقى 9، بقي 19 حرف يخرج من فين؟ من الفم بمشتملاته. طيب تعال بقى نشوف المخارج الرئيسية للحروف العربية. ادي ده الشكل الجهاز النطقي عند الانسان. الجهاز دوت فيه الجوف، منطقة الجوف اللي هي هو بيشاور عليها اللون الاخضر الجوف. الحلق اللي هو ايه اخر حاجة في الايه في الفم، اخر حاجة ابعد حاجة في الفم الحلق. طيب الخيشوم اللي هو عند الانف، كأن بيحصل ايه لما بتحصل الغنة بتحس انها طالعة من الايه من الخيشوم، لو جيت تمسك الانف هتلاقي مش قادر تطلع الايه الغنة. طيب وده الفم، فيه بقى اللسان وفيه حنك عظمي، الحنك اللي هو المنطقة اللي مثبتة فيها الايه الاسنان، تعتبر الفك يعني من الداخل، حنك عظمي. لو حطيت لسانك كده على المنطقة اللي بعد اللثة على طول هتلاقي اللي حنك عظمي، المنطقة عظم، وورا الحنك اللحمي المنطقة اللي هي فيها الايه اللي بيسموها اللهاة، والاسنان والشفتين. ماشي. والمخارج الرئيسية كم مخرج؟ 1 الجوف والحلق والفم والخيشوم، 4 مخارج. 4 مخارج، الجوف والحلق والفم والخيشوم، ودي الشكل بتاعهم في جهاز النطق عند الإنسان. طيب تعال نشوف الجوف بقى. الجوف عبارة عن إيه؟ تجويف الحلق وتجويف الفم، هو زي ما هو رسمه هنا كده، تجويف الحلق وتجويف الفم، ده الجوف اللي بيخرج منه حروف المد اللي هو المنطقة. طيب حروف المد، حروف المد الألف مفتوح ما قبلها، الواو مضموم ما قبلها، الياء مكسور ما قبلها، ما لها الحروف دي؟ هي دي الحروف اللي بتخرج من الجوف. طيب الخطوط دي بتبين الحرف في ساعة ما يخرج، لما تيجي تقول ايه اللي بيحصل في الفم لما تقول يا أيها، شوف خد الخط ده، خد الخط يا أيها، لما تقول يقول خد الخط ده، لما تقول قيل
بياخد الايه الخط دوت. كل الثلاثه المنحنيات دي بتخرج من الجوف. طيب الحروف الحلقيه بقى، مخرج الحلق، خلصنا مخرج الجوف ثلاث احرف، الحروف الحلقيه سته احرف، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ما لهمش نقط ثم غين خاء. الحروف اللي عليها نقط في العربيه بيسموها حروف اعجميه، والحروف اللي ما عليهاش نقط نظيرها اللي ما عليهاش نقط يسموها حروف مهمله، يعني من غير نقط. فين المخارج بقى؟ الهمز والهاء شو بتخرج منين؟ اقصى الحلق، منطقه الاوتار الصوتيه. لما تيجي تعرف الهمز والهاء تدخل عليها الهمزه مفتوحه وتسكنها فتقول أه. الهاء راحت فين؟ جايه منين؟ من الاخر خالص. طيب تعالوا نشوف، تطلع فوق شويه نقول أع. أع. العين راحت فين؟ راحت فوقيها، فده بيسموه اقصى الحلق وده وسط الحلق. الزملاء معايا؟ انا بس عايز اتاكد انكم معايا. الاستاذ مجدي بعت لي رابط تاني فما اعرفش الرابط ده شغال معاكم، سامعيني؟ لو الزملاء سامعيني يكتبوا واحد. طيب الدعم الفني طيب ماشي، والشير واضح ها؟ انا بس لامم الشير دلوقتي. طيب فدي اقصى الحلق اللي منطقه الاوتار الصوتيه فيها الهمز والهاء، وسط الحلق اللي منطقة لسان المزمار، أدنى الحلق اللي منطقة الحنك اللحم راحت خالص، فده أقصى الحلق وده وسط الحلق وده أدنى الحلق. هو الإمام ابن الجزري بيقول في المنظومة إيه في مخارج الحروف، وقل لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها، فأدنى اللي هو أقرب حاجة للإيه للفم، وده ابعد حاجه للفم هي الاقصى. هذه تخرج منه ست حروف، وخلصنا كده حروف الجوف ثم حروف الحلق. يجي بقى للايه للحروف اللي تخرج بقى من الايه من الفم، منطقه الايه الفم فيها زي ما قال كده فيه اللثه، اللثه اللي هي مثبته فيها الاسنان تالي الاسنان على طول، فيه مقدم ده مسقط افق، مقدم الحنك اللي هي اللي ورا اللثه على طول، بعد كده الحنك العظمي اللي هو الصلب، بعد كده الحنك اللحمي اللي هو الرخ. المنطقه دي عظميه وبتبدا ايه لو حطيت لسانك وبدات تجربها كده بص تلاقي المنطقه دي بدات تبقى رخوه وتنتهي بالايه باللهاه دي، دي منطقه الايه الحنك الاعلى. تمام كده؟ طيب الموضوع ده يفيدنا بقى لما تيجي يقسم المخارج موزعه فين في المنطقه، في منطقه الحنك دي. طيب بيقسم برضو الاسنان دي كمعلومة عامة، الاسنان اللي هما ال 32 مقسمة كما يلي، الاثنين اللي قدام دول اسمهم ثنايا، اسمهم ثنايا، منهم كام؟ اثنين فوق واثنين ايه؟ واثنين زيهم تحت، يبقى أربعة. طيب اللي جنبهم على طول من هنا يمين وشمال اسمها رباعية، رباعية برضو اثنين فوق واثنين تحت يبقى أربعة. طيب اللي بعد الرباعية الأنياب، أنت ممكن تشوفهم على الطبيعة كده، تحط إيديك تشوف الثنايا وجنبه الرباعية، شوف الفرق سبحان الله بين دي ودي، كل واحدة لها شكل ولها اختصاص. الأنياب اثنين واثنين زيهم وأربعة، الضواحك اللي هي اثنين واثنين زيهم وأربعة، الطواحن أو الأرحاء بعد الضواحك دي واحد اثنين ثلاثة وثلاثة ستة وستة تحت يبقى 12. دي الطواحن او الارحاء، يقول لك الرحى جمع رحى يعني. والنواجد اللي اخر ضرس، اخر ضرس اثنين هنا واثنين تحت يبقى اربعه، مجموع من 32 في الفك العلوي اسمه الحنك الاعلى والفك السفلي اسمه الحنك الايه؟ الاسفل. يبقى انا عرفت تقسيم الاسنان لانه بيقولها في الشعر لما يجي يوزع الايه المخارج. اللسان يضرب في دية أو يضرب في دية أو يضرب في الأدراس فيطلع لي الحرف من المخرج السليم بتاعه،
يعني أصعب حرف في اللغة العربية هو مخرج الضاد. الضاد كتير أو كل معظم الناس بتنطق غلط. الضاد يخرج من حافة اللسان مع الأضراس اليمنى أو الإيه أو اليسرى العلوية، اليمنى أو اليسرى العلوية. في ناس تطلع من هنا ضاد، لا من هنا مخرج الضاد من هنا أو من هنا مع حافة اللسان. هنشوف دلوقتي أقسام اللسان بقى. يبقى ده كانت أقسام الإيه أو التوزيعة دي توزيعة الأسنان. أقسام اللسان زي ما قسمنا الحلق إلى أقصى الحلق وأوسط وسط الحلق وأدنى الحلق، هنقسم اللسان برضو إلى إيه الأربع مناطق دي أو الخمس مناطق دي. في أقصى اللسان برضو اللي هو آخره من ناحية الإيه الداخل، أقصى اللسان. طب ما وسط اللسان المنطقة دي أقصى اللسان، المنطقة دي وسط اللسان، المنطقة دي طرف اللسان، أمال ده إيه رأس اللسان. رأس اللسان واللي هنا وهنا اسمها حافة اللسان، فوزعهم اهي حافة يمنى وحافة يسرى. ثم الحافة ايه؟ أقصى حافة، أقصى الحافة ومنتهى الحافة وأدنى الحافة يمنى ويسرى. مقسم الحافة لثلاث مناطق برضه، أقصى وأدنى ومنتهى. طيب ومقسم الايه اللسان نفسه إلى أقصى اللسان، وسط اللسان، طرف اللسان، رأس اللسان. تعال نشوف القاف بقى، ليه هو بيقول القاف بدأ بالقاف؟ هو الشيخ في النظم لما بيوزع مخارج الحروف بدأ بإيه؟ بحروف الجوف اللي هو الثلاثة، فهو الشيخ ماشي بيشرح على حسب الإيه القصيدة بتاع متن الجذرية، طلع مخارج الجوف، بعد كده مخارج الحلق، قال همز فهاء ثم عين حاء مهملتان يعني ما عليهمش نقط، ثم غين خاء أدناه غين خاؤها والقاف إذ غين والخاء أدنى اللسان، أدناه غين خاؤها. ويبدأ بقى في القسم الثالث اللي بعد كده، أقصى اللسان والقاف أقصى اللسان فوقه، أقصى اللسان مع الحنك اللحمي بس من أعلى، قاء أق أق من فوق، أقصى اللسان مع الحنك اللحمي، والحنك اللحمي ده موجود إيه فوق، الكلام ده في الإيه في الحنك العلوي ماشي. يبقى مخرج اللسان اقصى، مخرج القاف اقصى اللسان مع الحنك اللحمي. طيب بعد يجي الكاف بقى، ايه الفرق بين اق واك؟ القاف جت ايه اقصى اللسان مع الحنك اللحمي من اعلى، الكاف مع الحنك اللحمي والعظمي مشترك بين اللحم والعظمي من اسفل ماشي. نشوف القاف، شكل القاف، خروج القاف اللي هي المنطقتين دول اشتركوا مع بعض القاف. طيب شوف الكاف راحت فين، انا عايز تلاحظ الفرق بين الايه في الايه اللي حصل هنا، نفس المنطقة دي مشتركة لكن هنا حصل حاجة تاني، حصل ان الشكل دوت زاد حجمه عشان الايه عشان نزلت بقى تحت، يعني الكاف اصبح مخرجها الى الاسفل، القاف وقفت هنا المنطقة دي اتضاقت خالص. لكن شوف هنا هذا الفرق بين الايه المخرجين. طبعا في الامام ما فيش حاجة، في الامام والتجويف ده ثابت زي ما هو، اللي تغير المنطقة الخلفية دي. يبقى اقصى اللسان فوقه ثم الكاف اسفله والوسط وسط الايه اللسان بقى، احنا كنا في الوسط دلوقتي استنى اللسان، وسط اللسان فجيم الشين ياء، الجيم والشين والياء بتخرج من وسط اللسان، بس ايه الفرق بينها؟ الجيم وسط اللسان مع وسط الحنك الاعلى، اج اج ادي المخرج بتاعها مخرج الجيم. طيب الشين اش، شوف ايه اللي بيحصل في منطقة الخروج الحرف هنا دي. تعال نرجع تاني للجيم، شوف أج، المنطقة دي قفلت، أج أج. يا ريت كل واحد يجرب معايا واحنا انا بفتح اشوف، كل واحد يجرب معايا وانا بقى واحنا بنحدد المخرج، واحنا بنحدد المخرج كل واحد يجرب عشان يشوف ايه اللي بيحصل داخل الفم كتمرين لينا. أج، شوف اللي حصل قفلت فوق اهي بالشكل ده، شوف حصل أج. طب تعالى نشوف هنا أش، لا لا
اللي هو اللون دوت، اللون ده اصبح متصل لكن هنا ودي اضيقت شويه او فتحت شويه، دي اضيقت ودي قفلت عليها، اج اج كل المنطقه دي راحت تضيق تضيق على الايه، على الخروج بتاع الجيم لحد ما لمس دي اج، اصبح المنطقه اللي هو اللسان لمس الايه الحنك الاعلى، وسط اللسان مع وسط الحنك الاعلى اج. طب الشين اش، لا اتفتحت. انا ما تتصورش ان هي دي، لا لا في فرق، في فرق الحركه اللي حصلت في الفم فيها فرق. طب الياء بقى، شوف الياء عملت اي اللسان ده، اللسان اللي بيعمل الشكل، اي وسط اللسان مع وسط الحنك الاعلى، وسط اللسان الله. طب دي وسط اللسان مع وسط الحنك الاعلى، وسط اللسان مع وسط الحنك الاعلى، لكن ايه اللي حصل؟ اللسان نفسه يعني بيحصل له التقلص دوت، ويخرج المخرج بتاع الحرف بياخد شكل معين عشان يطلع منه الحرف دوت. فتلاقي الجيم والشين والياء نفس المخرج، وسط اللسان مع وسط الحنك الاعلى، لكن ايه اللي بيحصل عشان تخرج الجيم؟ وايه اللي بيحصل عشان تخرج الشين؟ وايه اللي بيحصل عشان تخرج الايه؟ الياء. ده مش هيتوصف لكن يجي بالايه؟ بالتدريب. اج اش اي، ماشي كده؟ طيب وسط اسفل والوسط فجيم الشين ياء والضاد من حافته، يبقى ده مخرج الجيم والشين والياء، مخرج جمعهم الثلاثه جزاه الله خيرا. شوف الشكل قربهم من بعضهم، ادي الجيم وادي الشين وادي الياء، كله بيخرج من نفس الايه؟ وسط اللسان مع وسط الحنك الاعلى، لكن ايه اللي حصل؟ شوف اللي حصل هنا ايه؟ شوف هنا، شوف هنا، ملاحظين الفرق؟ شوف هنا اللي قدام حصل ايه مع الياء؟ اي اي. طبعا الياء دي ياء مفتوحه او مضمومه، ليست ياء ماديه، الياء ماديه قلنا بتخرج من الجوف، قيله لما نقول يا ايها، نعم يا ليتني، كل ده ايه؟ ياء غير ماديه. طيب نيجي بقى للضاد، والضاد من حافته اذ وليا، للضراسة من ايسر او يمناها. الضاد بقى تخرج من حافه اللسان مع الايه؟ الاضراس اليمنى او الايه؟ او اليسرى. جمع الضاد مع اللام لان اللام قريبه، اللام هتلاقيها دلوقتي قريبه من نفس المخرج بتاع الضاد كتير، من حافه اللسان. الضاد حافه اللسان، الحيز الذي تشغله الضاد من حافتي اللسان اهو، فتخلي حافه اللسان تضرب في الاضراس العلويه، أض أض أض، بيحصل انك تحول اللسان، تخلي حافه اللسان جنب اللسان يضرب في الاضراس العلويه. طب اللام من ادنى حافتي اللسان، فين الادنى؟ اهو، الى منتهى طرفه، هذا الطرف اهو وادي المنتهى. ال شوف اللام، ودي اللام تبص حافه اللسان، ادنى حافه اللسان اللي هي دولت، وليست من طرف الايه؟ اللسان. ال يبقى الضاد من حافه اللسان مع الاضراس، او من احدى حافتي اللسان مع الاضراس. اللام من ادنى حافتي اللسان مع الايه؟ الى منتهى الطرف. والضاد من حافته اذ واليا، الاضراس من ايسر او يمناها، واللام ادناها لمنتهى ال. ومخرج الضاد بقى حافه اللسان مع ما يجاورها من الاضراس، حافه اللسان ايه؟ وادي الاضراس هنا، منطقه الاضراس، ادي منطقه الاضراس، يا اما هنا يا اما هنا. يعني التلوين ده حافه اللسان مع ما يجاورها من الاضراس، فكل الجزء ده الاصفر دوت مع الازرق يضرب في الاضراس دي، او يضرب في الاضراس دي يطلع لك الضاد، ماشي؟ دي اصعب حرف في حروف اللغه العربيه، وناس كتير ما تاخدش بالها لما تيجي تنطق بتنطقها زي الدال بس مغلظه، لكن هي مخرجها غير مخرج الدال تماما، احنا نخرج مخرج الدال دلوقتي مختلف عن الضاد. طيب مخرج النون، والنون من طرفه تحت، يعني فرق بين النون واللام، اللام من فوق، النون من طرفه تحت مع ما يحاذيه من اللسان. شوف
اللام هنا لو فاكرين، شفنا اللام أيضا من أدنى حافتي اللسان هنا، هنا اللام ورا إلى منتهى الطرف، لكن النون من الطرف، النون من الطرف أيضا. أن شو اللسان راح فين؟ طرف اللسان راح مع اللثة. أن اللام ورا شوية هنا. طيب مخرج الراء طرف اللسان مع ما يحاذي من اللسان. أر أر شوف الشكل بقى، الفرق بين الراء واللام بقى هنا. عايزين نشوف الفرق بين الراء واللام، ادي الحيز وادي الطرف. الحيز بيتغير والطرف بياخد الايه، بيبقى جزء صغير اللي بي ايه اللي بيلمس اللثه، هنا الجزء كبر شويه. فالمخارج قريبه، النون واللام والراء كلها مخرج واحد، يعني النون واللام والراء من مخرج واحد، لكن الفرق عشان تبقى دي نون وتبقى دي راء وتبقى دي لام لازم ياخد اللسان الشكل ده. طيب الراء بقى، في الراء المرققه ساعه ما تيجي ترققها ايه اللي بيحصل؟ ادي راء مرققه، اللسان بياخد الشكل ده. فير فير، وشوف في الراء المفخمه هو بيوضحها، وشوف ايه اللي حصل هنا، ها وايه اللي حصل هنا. ار ارجه، التفخيم صاحبه التقعر في وسط اللسان اهو، وتضييق في الحلق بخلاف الترقيق، في الحلق منطقة الحلق هنا التقعر. شو التقعر؟ عامل ازاي التقعر هنا؟ كبير. أرجه فرعون، ماشي. طيب الطاء والدال والتاء من مخرج واحد، والطاء والدال وتاء منه من ايه؟ من طرف اللسان. هذه الطاء والدال والتاء، ده الدال والتاء مخرجهم واحد تماما، ولذلك دي هتفيدنا ساعة ما نيجي ايه ندخل في الادغام. الادغام ايه اللي بيحصل فيه؟ خلينا نشير ليه بس من بعيد كده. اللي بيحصل انك بتضغط زي ما خدنا النون الساكنة والتنوين، بتضغم حرف ساكن في واحد متحرك وننطق بالحرف الثاني مشدد، زي من نعمره، من نعمره. طيب ده في الايه حرفين زي بعض تماما، الدال والتاء مش زي بعض لكن مخرجهم واحد. فلما تيجي تقول قد تبين لا إكراه في الدين، قد تبين، فتنطقها ازاي؟ الدال والتاء أصبح زي الحرف الواحد، وتقول قد تبين. فين الدال؟ راحت خالص، كأنها شبيهة بالتاء لأنها ليها نفس المخرج، ماشي؟ قد تبين، ماشي؟ لكن دولت مخرجهم واحد، الشكل بتاع اللسان بقى واحد، فالتحدوا فعلا في المخرج. الطاء بتخرج معاهم من نفس المخرج لكن شكل اللسان بيختلف، في استعلاء. طاء طاء غير تاء، شوف الطاء والتاء. طيب الصاد والزاي والسين، هو قال ايه؟ والطاء والدال وتامينه عليا الثنايا، والصفير مستكن منه، من ايه؟ طرف اللسان، ومن فوق الثنايا. الصاد يص، كل ده اللسان ما لمسش اي حاجه في الحلق. يصبر فاصبر، يس الفتحه دي شويه، السين والايه والزاي من نفس المخرج، يس هذا. والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال والثال العليا. الظاء والذال والثاء راحت فين؟ مع الثنايا العليا، انما دول كان مع الثنايا الايه؟ السفلى. الثنايا اللي احنا اتكلمنا عليها في الاسنان اول ما اتكلمنا عن الاسنان. الفرق بين الصاد والزاي والسين بيسموها حروف صفير، لازم تحط الصفاره ساعه ما تيجي تنطق. فاصبر نستعين نستعين. الظاء والذال والثاء لا، مع الثنايا العليا، نفس المكان بتاع اللسان لكن مع الثنايا العليا عكس الصفير، اسمه حروف الصفير الصاد والزاي والساء. طب مخرج الفاء بقى، نيجي للشفة بقى او الشفتين، نحط الاف. اف ايه اللي حصل؟ الشفة السفلى مع الثنايا
أو بطن الشفة تشوف لام مع الثنايا في العلوي، مخرج الباء الشفتين مع بعض ما فيش ثنايا خالص انطبقوا أبدا. طيب باقي حرف ثاني اللي هو مخرج الميم، ميم بانطباق الشفتين. شوف سبحان الله، هي لما في المخرج واحد لكن شوف ايه اللي حصل هنا عشان تخرج الميم الباء اب، وايه اللي حصل هنا شوف الملحوظه دي، ايه اللي حصل هنا عند الاب الباء، ايه اللي حصل عند الميم ام. طيب ارتفاع أقصى اللسان زائد استدارة الشفتين ده عشان تخرج الايه الباء، ارتفاع أقصى اللسان مع استدارة الشفتين. لكن اللي حصل في الميم مفيش الاستدارة دي. طيب كده خلصت المخارج. في حد له سؤال في موضوع المخارج؟ يعني واضح الموضوع ما شاء الله. المخارج اللي ذكرناها الحروف اللي متحدة في المخرج خليكم مفكرينها كويس قوي. القاف والكاف متحدين مع بعض أو قريبين جدا في المخرج. الصاد والزاي والسين قريبين متحدين في المخرج. الطاء والدال والتاء متحدين في المخرج. الجيم والشين والياء متحدين في المخرج، ربنا يبارك فيكم. النون واللام والراء على الصوت حاضر حاضر ماشي. النون واللام والراء متحدين في المخرج. احنا لو نذكر اجمالا الحروف الهجاء قلناهم 28، خدنا منهم ثلاث حروف اسمها حروف الجوف، الالف والواو والياء حروف ماديه، يعني الألف مفتوح ما قبلها والياء مكسور ما قبلها والواو مضموم ما قبلها. ثم خدنا حروف حلق، حروف الحلقية أو حروف الحلق، وقلنا دول ست حروف الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء بتخرج من الحلق أقصى ثم وسط ثم أدنى. طيب هذه ثلاثة وهذه ستة، تسعة، ثلاثة حلق وستة جوف يبقى تسعة. ثم احنا قلنا كم مخرج؟ اربع مخارج، الحلق والجوف والحلق والفم اللي هي المخارج الاساسيه والخيشوم، اربعه. الخيشوم مخرج تقديري هنذكره في الصفات بعدين، قلنا يخرج منه الغنه، والغنه دي مش حرف ولا حاجه، الغنه دي صفه بتحصل للحروف النون والميم المشددتين او عند احداث ايه ادغام بغنه. يبقى أخذنا 3 و 6 و 9 بقيد الحروف اللي هم 19 هم اللي بيخرج من موضوع الفم أو مخرج الفم. والفم قلنا قسمناه إلى اللسان والشفتين والإيه والحنك والإيه والأسنان، ماشي؟ فبتشترك مع بعض، اللسان ياخد مع الحنك وياخد مع الأسنان وياخد مع الأضراس، الشفتين يا اما مع بعض يا اما مع الايه مع الثنايا. تطلع لي 19 حرف اللي ايه اتكلمنا عنهم، منهم الواو الواو والباء والميم والفاء، دول بيخرجوا من مخرج من الايه من الشفتين. الواو الواو والباء والميم من الشفتين، والفاء من الشفه السفلى مع الايه مع الثنايا. وبقيتهم مقسمين بقى الصاد والزاي والسين دول مخرج اسمه حروف الصفير، والطاء والدال والتاء دول مخرج، والظاء والذال والثاء مخرج اذا بياخد منها اللسان من الايه ما بين الثنايا، والضاد مخرج، والنون واللام والراء مخرج، واخر شيء اللي هو الجيم والشين والياء. هذه موضوع المخارج. الصفات كنا بدأنا في الصفات، وبرضه هنبدأ نراجع الصفات ونكمل إذا سمحتوا لنا.
بالنسبة أنا عايز أعرف الزملاء، الصوت واضح والموضوع واضح ولا لسه فيه صعوبة؟ طيب نكمل الصفات، خلينا نكمل الصفات، نبدأ في الصفات. إذا حسيتوا في ملل قولوا لي نتوقف. أنا تكلمنا عنها المرة اللي فاتت بصورة عامة لكن ما فصلناهاش. طيب يقول قسمناها إلى صفات لها ضد وصفات لا ضد لها. الصفات اللي لها ضد 5 صفات وضدها 5 يبقى 10، والصفات اللي ملهاش ضد 7، يبقى كده 17 صفة، 17 صفة. وبالمناسبة المخارج كانت 17 مخرج برضه، المخارج اللي هو الأساسية دولت مجموعها مع بعضها تدي 17 مخرج للحروف الـ28. طيب الصفات اللي ده اللي لها ضد هنقولهم دلوقتي. يعني مثلا الشدة ضدها الايه؟ ضدها الهمس. الاستعلاء ضد الاستفهام. الإطباق ضد الإبلاغ. هنعرف الحاجات دي دلوقتي ما تستعجلوش. الصفات المتضادة للحروف العربية الجهر والهمس، الشدة والرخاوة والبينية، الاستعلاء والاستفهام، الإطباق والانفتاح. دول كده كام؟ دول كده 4. لا في صفة تانية. صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة. في صفة هنا المفروض انها تذكر هنا اللي هي صفة اسمها الاصمات، لكن خلينا ماشيين مع الايه، مع كلام الشيخ. الجهر وضده الهمس. يمكن ذكر الاصمات هنا، ما ذكرش هنا. طيب ماشي، الجهر وضده الهمس يعني مفهومة معروفة. جهوري صوت، جهوري صوت عالي، بيهمس يعني بيتكلم بصوت خفي او خافي. شده ضدها الايه؟ مش ضدها الضعف، ضدها الرخاوه. حرف شديد وحرف رخو، ما نقولش ضعيف. في بين الاثنين حروف بتتوسط بين الرخاوه والايه؟ والشده. الاستعلاء ضد الاستفال. استعلاء اللي بتخرج منه حروف الاستعلاء، هنقولها برضو احنا اتكلمنا عنها قبل كده. حروف بتخرج من اعلى الفم كده باستعلاء يعني. استفال ضده نازل. الاطباق ان الفم بيطبق بينطبق على الاحرف. الانفتاح ان الفم ينفتح، يعني حروف عند لما تيجي تنطقها تفتح الفم، وحروف تيجي تنطقها تطبق الايه؟ الفم. زي ايه؟ زي طاء مثلا، طالوت. ما ينفعش تفتح فمك وانت بتقول طاء، لا لازم تطبق الفم. طالوت طالوت، لانها جايه ايه؟ حتى جايه برضه باستعلاء، طاء من اعلى الفم. ماشي. الشدة زي مثلا الألف والجيم، ما احنا قلنا أج أج، تلاقي دي من مع إنها بتخرج مع الشين والياء، لكن إيه هي الواحد لحالها كده شديدة، دي فيها صفة الشدة. يجأرون، ما تقولش ما تنفعش تقول يجأرون، لا لازم تبقى شديدة يجأرون. والجهر حرف مجهور وحرف إيه؟ مهموس. الهمس مثلا زي التاء كده. فهو يذكر يبقى الحروف المتحدة في الصفة، الحروف عددها اقل في الصفه، والباقي بقيه الحروف يبقى هو ياخد الصفه العكسها. زي مثلا مهموسها فحثه شخص سكت، يعني الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء، دي اسمها حروف همس. اللي ضدها او ما عداها تبقى حروف جهر. وهكذا عندك ازاي تعرف الصفه بتاع الحرف؟ تبدا طبعا لازم تحفظ الابيات الخاصه بالصفات دي عشان تقدر تطلع الصفة بتاع الحرف. تدخل على الصفة المتضادة، هذا الحرف هنا ولا هنا؟ إذا كان هنا خلاص، مش هنا يبقى مش مذكور في البيت مع دوت، يبقى هو في الايه؟ في الصفة اللي ضدها. الجهر والهمس، الشدة والرخاوة، في وسط بينهم اللي هي البينية، الاستعلاء والاستفال، الإطباق والايه؟ والانفتاح. فيه صفة 5 لها ضد، وهي الإصمات والإبلاق. طيب خلينا نقول اللي ملهاش ضد زي ما ذكرها الشيخ، 4 و4 8. طيب الصفير والقلقلة واللين
والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة والغنة. الغنة ذكرها مع الصفات، وهي تخرج محلها الخيشوم لما تكلمنا عنها في المخارج. طيب تعال نشوف الحروف بقى. الجهر والهمس، الحروف الأربعة حيث الجريان وانحباس النفس. حروف مهموسة، فحثه شخص سكت. دي الحروف دي 10 حروف مهموسة. طيب أي الحرف، إذا لقيت حرف الفاء أدور عليه موجود هنا، يبقى ده حرف في صفة الهمس. طب باقي الحروف 19 حرف يبقى إيه، أو 18 حرف يبقى حروف مجهورة. ماشي؟ طيب الهمس الخفاء في السمع نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما. فين الأوتار الصوتية اللي بيطلعها؟ وجريان كثير لهواء النفس. النفس زي مثلا الفاء أو السين أو التاء. قالت الرحيم الرحيم، يلاقي فيه همس في الحروف العشرة اللي فحثته شخص سكت. هذه الأوتار الصوتية، هو بيقول الشيخ إنه بتيجي نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهم. طيب الجهر بقى، الوضوح في السمع، معنى الوضوح في السمع نتيجة تضام الوترين. شو اللي حصل في الوترين؟ كان الوترين بعد عن بعض، وانحباس كثير لهواء النفس. يعني مثلا لو جيت لحرف من حروف غير الحروف دي، ياقنطون ياقنطون، حروف مجهورة ما تعرفش تنطق القاف والنون والطاء دي نطق، يعني القاف والكاف، الكاف مهموسة، القاف مجهورة. يبقى دي الفرق بين الجهر والايه والهمس. وشوف وضع الوترين ده الشكل الثالث. انا متهيألي الشيخ جزاه الله خير بيوضح الموضوع، يعني توضيح اكثر في اكثر من صوره. يعني شوف الهمس ايه اللي حصل في الوترين، انت مش هتحس الموضوع ده قوي، يعني ايه انما هو ده اللي بيحصل ساعه نطق بالحرف المهموس والمجهور، هو ده اللي بيحصل في الاوتار دي. وضع الوترين هنا ايه اللي حصل، وضع الوترين في الشارع. طيب اللي هي الصفة الثانية بقى من الصفات اللي لها ضد، شديدة ورخوة وبين الايه الشدة والرخاوة. الشديدة مجموعة في قولهم أجد قطن بكت، شديدها وقال ايه مهموسها فحته شخص سكت، مهموسها فحته شخص سكت، شديدها لفظ أجد قطن بكت، اللي هو بيجمعوها في الايه في المجموعة دي عشان ايه يسهل حفظها. الالف الهمزة شديدة، لو تسمع الشيخ مثلا يقول من يشاء ويقف على الهمزة كده ما بيقفش بضعف، لا ده بيقف بشدة يشاء كده. والجيم يجأر، والقاف يقر تقول يبئ. طيب لين عمر اللي هو الخمس حروف دول اللام والنون والعين والميم والراء، حروف بين الرخوة والايه والشدة، بقية الحروف تبقى حروف رخوة، يعني زي ما تقول طرية ما فيهاش شدة. طيب الحروف العربية من حيث مرور الصوت في المخرج اللي هي شديدة ورخوة وبين الرخوة والايه والشدة. طيب الشدة ايه اللي بيحصل؟ الشدة انحباس جريان الصوت نتيجة غلق المخرج. شوف الجيم يج اتقفل، اتقفل المخرج يج. الكاف، الكاف شديدة شديدة لكن ايه مهموسة، شديدة ومهموسة. يتفك، يتفك ايه اللي حصل، بيحبس فعلا، بيحصل غلق للمخرج، اي غلق المنطقة. يتفكرون، يجمعون، يجمعون، هذه الشدة. الحروف الشديدة اجد قاطن بكت. الحروف دي نفسها لما راح رجع تاني للصفة اللي فوق
منها ما هو مجهور ومنها ما هو مهموس. المهموس الكاف والتاء، لما تقف على الكاف اللهم صل على سيدنا محمد مثلا تقول عليك، مثلا قالت، ايه اللي حصل؟ بعمل همسة في الاخر، يعني بطلع نفس، ما بحبسوش، بطلع نفس هواء خفيف عند النطق بهذه الحروف الكاف والتاء اللي هي فهم، حتى لو شخص سكت عموما، لكن بينبه على دي، على الحروف الشديدة، ان في جزء منها مهموس وجزء ايه مجهور، قطب جد والهمس، ماشي؟ دي الحروف الايه الشديدة. انطلاق الصوت بعد انعباس في الحرف الشديد المجهور، ضغط الصوت المحبوس خلف المخرج وانطلاقه يحددان معالم الصوت. يعني الجيم ايه اللي بيحصل؟ بحبس الايه الحرف وبديله الشده، وبتنتج عنه الشده، يج، شوف الشكل اللي حصل هنا، وبعد كده بيخرج. يعني حبسته هنا وبعد كده ايه اخرجته. انا مش هقول يد وامسك، لا بقول يج يج. بعد الحبس بيحصل ايه الانفراج اهي، ويخرج الايه الصوت. ضغط الصوت المحبوس خلف المخرج اهو وانطلاقه يحددان معالم الصوت، انه شديد ومجهور. انطلاق الصوت بعد الحماس في الحرف الشديد المهموس، شوف الفرق هنا بقى، الشديد المهموس جاي هنا، الشدة انعكاس جريان الصوت نتيجة غلق المخرج، ثم جريان النفس بعد الحماس في المخرج في الكاف. كده بيظهر يتفك، جت من هنا الكاف اصلا بتخرج من هنا، غير الجيم بتخرج من هنا، اتفك وراحت، فجرت دي يعني فتحت دي، فطلع ايه طلعت الكاف. طيب الرخاوة اللي هي بينها الايه منها لين عمر، بين رخو والشديد، الرخاوة لين عمر، وبين رخو والشديد لين عمر. حروف الرخاوة بقى باي غير أجد قطن بكت، وغير لين عمر، فمنها الشين والزاي، ده كمثال. الرخاوة جريان الصوت عند مروره في المخرج، شين ما قفلتش خالص، يش أش في المخرج ما قفلش، وطلع النفس، طلع الهواء، ماشي. البينية بقى اللي هي لين عمر، النون والميم مثلا منها، شوف أن أن، ده حصل احتباس تماما، حصل احتباس. البينية الجريان الجزئي للصوت في مخرج الحرف بسبب عدم كمال غلقه، لأنه من طرف اللسان، وده إطباق الشفتين، فوقفت هنا الإيه؟ النفس وقف هنا. شو اللي بيحصل في البينية؟ اللام والراء. البينية هي الجريان الجزئي للصوت في مخرج الحرف بسبب عدم كمال غلقه، اللي هو نفس لانها. لكن ايه اللي حصل بقى عند اللام؟ يل يل، شوف اللسان، وهنا ار فير، لازم بيحصل خروج الايه خروج للنفس، هنا احتبس. البينية في حرف العين، ما هي لين عمر منها العين، مكان انحصار الصوت بحرف العين، يعبدون يع، شوف الصوت راح فين، حصل عندي من ايه، قلنا انه ايه وسط الحلق، همز الفاء ثم عين وسط الحلق، فهو في ايه جريان جزئي، يعبدون يعبدون، مكان انحصار الصوت بحرف العين. انت طبقها مع نفسك، هتبص تلاقي العين خارجه من المخرج ده، وده الصفه اللي بتحصل فيها. الحروف العربية، خلينا أقف عند الاستعلاء والاستفال، ويبقى كده اتكلمنا على كام صفة من الصفات اللي لها ضد. معلش أنا لسه ما خدتش بالي من الأستاذ وحيد، حاضر ماشي، خلينا نراجعها تاني. الصفات قلنا في 5 صفات لها ضد، وفي 7 صفات لا ضد لها، 5 و5، أنا أخذتهم لحد دلوقتي، منها الجهر
والايه والهمس، الجه والهمس، ونذكر الهمس ويبقى الحروف الباقيه هي المجهوره. الحروف المهموسه مجموعه في قولهم فحتاه شخص سكت. طب وباقي الحروف دول 10 و19 الباقيين ايه؟ مجهوره. فحتاه شخص سكت مهموسه، او فيها صفه الهمس الفاء من صفاتها الهمس، وعرفنا الهمس والجهر. طيب والصفه يبقى همس وجهر. طيب اللي بعده شده ورخاوه ووسط بينهم، الشده والرخاوه ووسط بينهم البينيه. الحروف الايه الشديده اجد قاط بكت، اجد قاط بكت، الالف والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء. كم دول؟ 8. بقيه الحروف 21 حرف تبقى ما ايه؟ تبقى رخوه؟ لا، في ثاني 5 حروف، لين عمر، اللام والنون والعين والميم والراء، دي حروف بينيه بين الرخاوه والايه؟ والشده. طبعا الصفات دي بتفيد او بتلحظها عند القراء الكبار زي الشيخ المنشاوي والشيخ الحصري رحمه الله عليه والشيخ عبد الباسط ومشايخنا رحمه الله عليهم، بينطق الحرف، كل الحرف ده زي ما بيقولوا له حاجه زي الايه؟ له هندسه كده للحرف خاصه بيه. في الصفات دي، مين اللي يعرف الصفات دي؟ لما تقعد قدام الشيخ وتحب تنطق القران نطق صحيح بيعلمك القصه بتاع الايه؟ الحروف دي، الحرف ده ضعيف، مش تقرا يعني، مش قراءه كده يعني زي اللي بيقرا، اللي بيقرا من نفسه ما يتعلمش الحاجات دي ابدا، لازم تقرا، اقعد قدام شيخ ويعرفك الحرف ده، انت بتخرج من مخرج خطا، لا ده الحرف ده انت اعطيته صفه ليست صفتي، واخد بالك؟ او انا قصت من الصفات بتاعته، هذا فيه صفه شده وصفه جهر وصفه كذا وصفه استعلاء وهكذا. فتلاقيها عند مشايخنا رحمهم الله اللي هم تلقوا من الايه؟ من المشايخ هذا الايه؟ هذا العلم بالتطبيق. دي يعني ممكن انتوا تتساءلوا ايه موضوع الصفات والمخارج؟ احنا بننطق الحروف؟ لا، هو بيخلي مع التدريب والعرض على المشايخ يخلي الحروف عندك تبقى ليها يعني ايه رونق ولها مصاعه، ويسمع منك الايه؟ يسمع منك القران، وتتلذذ وانت بتقرا القران، وانت بتستشعر الصفات بالحروف العربيه اللي مكون منها كلمات القران الكريم. انا شايف ان احنا نتوقف عند هذا الحد، يعني ذكرنا صفتين وضدهم. المره القادمه اللي هي غدا ان شاء الله نكمل الصفات، وبقى بنقفل الباب بتاع المخارج والصفات. بكره لو في حد عنده اي استفسار، عايزين نطبق الموضوع دوت الملف، انا افضل الدعم الفني، نشوف الملف اللي انا كنت بعرضه دوت. انا ممكن ابقى اقول لكم انا جايبه من اي موقع، انا جايبه منزله من زمان لكن مش فاكر انا، لكن اذا كتبت اللهم صل على سيدنا محمد، لحظه اكتب احكام التجويد للشيخ ايمن سويد، يعني هو الكتاب ادي بدايته اهو، ادي بدايه الكتاب، الكتاب رائع جدا مصور، ولاول مره على ملف وورد، فاستطعت تكون كل ملاحظاتك وبكل سهوله. كتاب للدكتور ايمن سويد خاص بالايه؟ بالمخارج والصفات. فاكتب كتاب الدكتور ايمن سويد في المخارج والصفات على جوجل. المجموعه دي الاستاذه اللي بتسال في الصفات الباقيه، هناخد الصفات الباقيه، احنا خدنا صفتين النهارده ليهم ضد. ايوه نعم، احكام التجويد للشيخ ايمن سويد، او كتاب مصور في المخارج للشيخ ايمن سويد، لو كتبت هذه الكلمات اعتقد ممكن تحصل الموقع اللي عليه الموضوع. فاخذنا الصفات اللي هي صفتين لهم ضد، الهمس والايه والجهر والشده والرخاوه، ووسط بينهم اللي هي البينيه. نكمل بكره باذن الله بقيه الايه؟ الثلاث صفات اللي هم ضد الباقيين، وناخد بقيه صفات الحروف. هناخد بقيه الصفات وهنطبقها، المخارج للصفات هنطبق بكره باذن الله على الاحرف، على الحروف العربيه، ونسال في الموضوع، ولو في حد عنده اي استفسار، واشوف برضه الايه
العرض الثاني اللي هو الباوربوينت او الكتاب اللي معك، كتاب التجويد، نلم نحاول نلم الموضوع كله بكره باذن الله تعالى. ارجو ان ما يكونش الموضوع صعب عليكم وما يكونش تقلت عليكم في الموضوع دوت، لكن هو موضوع هام جدا. المخارج والصفات هي عصب الايه، عصب التجويد وزينه القراءه. واللهم صل على سيدنا محمد. كل الناس اللي بتدرس احكام التجويد او معظم الناس اللي بتبدا بالنون الساكنه والتنوين والمد وكده وتيجي عند المخارج والصفات وما تلحقش تخلصها او تتكلم فيها، انا امل ان احنا نخلص المخارج والصفات ونطبقها، نشوف الطاء تخرج منين، طب الصفات بتاعت الطاء، طب هل ممكن فرق بين الطاء والتاء والدال والكلام ده كله، عشان هنستفيد بعد كده لما ندخل على باب الادغام. ايه هيفيدنا موضوع المخارج وقرب المخارج وقرب الصفات او اتحادها، هو اللي هيبقى سبب في ان الحروف تدغم او لا تدغم. جزاكم الله خيرا وبارك الله حضوركم، اسال الله ان ينفعنا بهذه الدقائق وان يجمعنا دائما على طاعته، وفي الاخره في مستقر رحمته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.